المستبد لا يسلم بسهولة، لأنه يعرف أن مصيره مصير خطير فيما يتعلق بالثورات. ومن ثم هو يستمسك بالسلطة استمساك العصابة التي تقوم بكل عمل فيما يتعلق باستبقاء أثره وتأثيره. ولكن في حقيقة الأمر الثورات بعقلها وبرحبتها إنما يمكن أن تشكل طاقة لمحاصرة المستبدين جميعا. هذه الثورة الجزائرية إنما تطرق الباب على كل هؤلاء الذين ضدوا الثورات ودفعوا المليارات لتحويل هذه الثورات إلى أشكال مختلفة، سواء إلى حروب أهلية أو سواء إلى محاصرة هذه الثورات أو لتهجيرات قصرية وتعديلات ديموغرافية وإبادات جماعية. كل هذه الأمور حدثت في بلاد الثورات حينما تلحظ وكأن الشعوب تعاقب على إرادتها وعلى اختيارها. ولكن في حقيقة الأمر أن الجزائر تقول أن الشعوب لا تعاقب، وأن الشعوب تعرف تماما أن الثورات وطلب التغيير هو أشواق الأمل وصناعة الأمل لهذه الأمة. ومن ثم هي تحمل كل هذه الأمور ضمن عملها الثائر المستمر والمثابر والصابر.